روت لوكس ميثود، طريقة المحل الهندسي. أهمية موقع البول بالأسبلين، importance of pole location. أهمية البول لوكيشن هي علاقته مع الترانزيت ريسبونس، وكذلك علاقته مع الاستقرارية، سواء كانت كاستقرارية مطلقة أو استقرارية نسبية. وموقع البول وتأثره مع البارامترز الموجودة كجين وطبيعة استجابة النظام ما يتعلق بالتايم دومين. فمثلا إذا نأخذ سكند أوردر سيستم ونفترض أنه بولز اللي تخص النظام هذا اللي هي تو بولز كومبلكس وموقعهم بهذا الموقع، هذا الأول والثاني المقابل إلى هذا، فالتايم ريسبونس يكون بها الصيغة اللي هو التايم ريسبونس جيد. وإذا نفترض أنه تحركوا لليمين فالتايم ريسبونس سيأخذ هذا الشكل اللي هو ظهر بي أوفرشوت، وإذا تحركوا بعد إلى اليمين بحيث قيمتهم الريل أصبحت صفر فالاستجابة تأخذ هذا الشكل اللي هو النظام على حافة اللا استقرارية. وإذا تحركوا بعد إلى اليمين النظام يفقد استقراريته بهالسلوك هذا، يبتعد عن الهدف المنشود. وإذا كانوا مكررين بهالمكان هذا فالاستجابة تكون بهالصيغة هذه، لا يوجد وجود للأوفرشوت هنا. إذا تحركوا بحيث أنه مكررة لكنه اقترب من نقطة الأصل فالاستجابة تتباطأ لأن التخميد عالي هنا. إذا كان قيمتهم مكررة وبالصفر فالاستجابة تأخذ هالشكل هذا اللي هي تقترب من اللا استقرارية. وإذا ابتعدوا إلى عن الإيماجينري أكسس باتجاه اليمين عن ريل بارت موجب ولا يوجد إيماجينري بارت فالاستجابة تأخذ بهذه الصيغة اللي هي دايفرجنس، ابتعاد عن الهدف. ولغرض تحقيق الأبسوليوت ستابيليتي يفترض أن يكون موقع البولز كلها موجودة ضمن الجانب الأيسر للأس بلين اللي تعتبر الستيبل ريجن. ريل بارس للبولز المفروض تكون قيمتها نيجاتيف. الجانب الأيمن يمثل المنطقة الغير مستقرة للنظام، أي بعبارة أخرى أي بول يعبر إلى الجانب الأيمن فالنظام يتحول من الاستقرار إلى اللاستقرار. يجي إلى الكاركترستيك إكويجن كيف الحصول عليها. إذا نأخذ هذا النظام اللي بيكون من كنترولر و process، إشارة داخلة إشارة خارجة، ويفترض أول خطوة هي نحصل على الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن هي C على الـ R وقيمتها نحصل عليها من الـ forward path والـ feedback element، وهي مكونة من بسط ومقام. الكاركترستيك إكويجن عادة هي مقام الترانسفير فانكشن، ولغرض إيجاد قيم الجذور يفترض أن نساويها للصفر. عملية مساواة للصفر هي لغرض إيجاد الجذور الخاصة بالكاركترستيك إكويجن. بشكل عام بملاحظة إشارات الترمات الموجودة بالكاركترستيك إكويجن بالإمكان أنه نلاحظ إذا كان الإشارات كلها موجبة فالنظام ممكن أن يكون مستقر أو بإمكان أن يكون غير مستقر. إذا إحدى الإشارات أصبحت مختلفة يعني انقلبت من الموجب إلى السالب أو العكس
فالنظام حكما يكون غير مستقر. وكذلك إذا النظام أو الكاركترستيك إكويجن فقدت إحدى درجات الأس اللي هي ما قبل الأخير، هنا الأس أس واحد مفقودة، فالنظام يكون غير مستقر كذلك. نجي إلى معنى الـ relative stability. الـ relative stability بالإمكان معرفته من خلال مقارنة نظام مع نظام آخر، أو من خلال مقارنة مسافة الـ poles من الـ imaginary axis اللي يدعى بالـ border of instability. والأشياء اللي تأثر على الـ relative stability هي الـ damping، واللي يعرف من خلال الـ real party rules، وكذلك قيمة الـ gain. مثلا إذا نأخذ النظام رقم واحد، النظام رقم اثنين، النظام رقم واحد مكون من 3 poles، اثنين هم complex conjugate والثالث real، وكذلك الثاني نفس العدد من poles. النظام الأول poles complex هم أقرب إلى imaginary axis من ما يخص النظام الثاني. بعبارة أخرى الزاوية ثيتا واحد دي النظام الأول هي أكبر من الزاوية ثيتا اثنين، والثيتا واحد إذا أكبر معناها تكون الزيتا الخاصة بالنظام الأول أقل من ما يخص بالنظام الثاني، وبالتالي النظام رقم واحد هو أقل استقرارية مقارنة مع النظام الثاني، أو الثاني هو أكثر استقرارية نسبة إلى النظام الأول. ما يخص الـ time response كـ step response للنظامين، لاحظ الموجود باللون الأحمر هو النظام الأول، والثاني اللي هو باللون الأخضر، والأول يحتوي على overshoot، الثاني الـ overshoot شبه معدوم أو معدوم. هنا سرعة استجابة النظام الثاني هي أسرع، settling time أقل، وهكذا، فيكون النظام الثاني هو أفضل من النظام الأول. وروت لوكاس عرف على أنه مسار poles للكاركترستيك equation بالاعتماد على تغيير قيمة لبارامتر معين، والقيمة للبارامتر تغير لغرض الحصول على مسار poles ضمن الاس بلين ومعرفة طبيعة النظام. وبالإمكان استخدام الروت لوكس لاختيار قيمة البارامتر المعني من خلال ملاحظة حركة البولز بالأسبلين. إذا نأخذ روت لوكس لسكند أوردر سيستم مكون من كنترولر وبروسس أو بلانت، والترانسفير فانكشن قيمتها معطات بها القيمة هي الكي في كي للنظامين العنصرين دولة، وتاو سب بي اس تربيع زائد اس زائد كي سب سي في كي سب بي، والكاركترستيك اكويجن هي المقام لهذا الترانسفير فانكشن، ونسافر للصفر حتى نحصل على قيمة الجذور. واذا نفترض انه قيمة الكي سب سي مرتبطة مع التاو سب بي وكي سب بي، واذا نفترض ابتداء احنا نريد نعرف قيمة الـ K sub C المناسبة لهذا النظام، ونبدي بقيمة K sub C صفر، فنحصل على جذرين، واحد من عندهم صفر والثاني ناقص واحد على تاو بي، هذا الأول اللي هو صفر والثاني ناقص واحد على تاو بي. وإذا نغير الـ K sub C بمقدار معين نحصل على الجذرين مساوين متكررين بنفس النقطة، وإذا نزيد بقيمة الكي سب سي إلى قيمة أعلى نلاحظ الجذور يتحركون واحد مقابل الثاني، يلتقون يفترقون يتحركون بهذه الصيغة. ولتوضيح هذا أكثر أنه بهالرسم هذا نبدأ من قيمة لكي سي قيمتها صفر، فنحصل بولز واحد هذا والثاني هذا، ونزيد بقيمة كي سب سي بحيث أنه الأول يتحرك لليسار الثاني تحرك اليمين، يلتقون بها النقطة يزدادون بعدا عن الريل أكسس مع زيادة قيمة الكي سب سي.
أي قيمة أفضل لقيمة الكي سب سي؟ يفترض أنه تجي تحدد المفروض يكون قيمة أو موقع البول بالديزاين سبيس، وتفترض أنه قيمة الزيت قيمة 0.707، منها تحصل على الزاوية قيمتها 45 درجة، وترسم هذا الخط الأبيض اللي يمثل الزاوية 45 درجة، نقطة تقاطع هذا الخط الأبيض مع الروت لوكس. هالنقطة هذه اللي جاية من قيمة للكي سب سي تمثل أفضل قيمة للكي سب سي اللي هي هنا قيمتها نصف، بحيث أنه لو تنطي قيمة كي سب سي نصف تحصل على موقع هذا البول وكذلك البول المقابل له. إذا ثيرد أوردر سيستم، ونفترض أنه الترانسفير فانكشن لهذا النظام هو المقدار هذا، فأيضا نساوي الكاركترستيك إكواجين للصفر ونبدي بتغيير قيمة كي من صفر. إذا قيمة الكي صفر نحصل على 3 بولز، الأول الأصفر والثاني هذا البنفسجي والثالث الأحمر. مع زيادة قيمة الكي الأحمر يتحرك لليسار والأصفر والبنفسجي يتحركون واحد مقابل الثاني يلتقون بنقطة يفترقون. هاي النقطة اللي تمثل تقاطع روت لوكس مع الإيماجينري أكسس، هنا قيمة الكي بها 30، وهذه الـ30 المفروض الكي ما يوصلها لأنه توصل إلى حد الاستقرارية الحرجة. فإذا أقصى قيمة لقيمة الكي اللي يبقى بها النظام هي مستقر هي أقل من 30، لكن هي ليست أفضل قيمة للكي، بل أفضل قيمة للكي المفروض ناخذ مثلا أيضا نفترض تخميد 0.707 والزاوية 45 درجة، نرسمها للزاوية 45 درجة، نقطة تقاطع 45 درجة مع الروت لوكس. هاي النقطة من خلالها نقدر نحصل على قيمة الكي، هي الواقع ما تنطي قيمة الكي بل تنطي قيمة البول اللي يقابل هذا الكي، اللي البول اللي اجى من هاي الكي، فقيمة الكي اللي هي أفضل قيمة 3.5. التايم ريسبونس لهالقيمة هذه اللي تخميتها المقدار هذا يكون بهالشكل هذا، اللي هو الاوفرشوت هنا قليل ومناسب.